بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونجدد لكم اللقاء والتحية في ثالث أيام السباق المحلي الثامن. مشاهدينا الكرام، انطلاقات سن اللقاية شوطنا 17 الخاص باللقاية، البكار ينطلق في هذه اللحظات يحمل لنا في طياته هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير في مسار 5 كيلومترات مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة، أول الأسماء المدشنة للنداء والإذاعة. هنا جزاعة حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا جزاعة مع المركز الأول مع الصدارة، بينما نتابع وناخذ المركز الثاني. تتواجد هنا الريم حمد بن سالم بن حمد المري من يقدم لنا اندفاعة الريم مع المركز الثاني، بينما ثالث على أسماء الوصول والتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات من تنطلق هنا أيضا وتأتي. مشاهدينا الكرام، هنا ملقوفة فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي من يقدم لنا شعاره من خلال تقدم ملقوفة مع المركز الثالث. رابع الأسماء من تتواجد هنا أيضا وتنطلق الذيبة، فهد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب يقدم لنا شعاره وانطلاقة الذيبة مع المركز الرابع. خامس الأسماء من تتواجد من الجانب الآخر في هذه اللحظات من ميمنة الميدان، شعار بن حلوة من واقع الشعار. مشاهدين الكرام، هنا تتواجد، نعم، تحذير خالد بن المر بن سعيد بن حلوة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدين الكرام، الذي يحمل لنا نخبة من اللقاية البكار التي تنطلق في هذا المسار المميز والكبير، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. جزاعة مع الصدارة تقود الأسماء والتحديات، الأولى بشعار حمد بن محمد الزعبي يقدم من الانطلاقة جزاعة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما ثانية الأسماء تتواجد هناك من الجانب الآخر بشعار بن حصين أيضا من تنطلق وتأتي هنا. مشاهدين الكرام، في هذا المسار المميز والكبير ملقوفة فهد بن حصين بن فهد النعيمي، بينما ثالث الأسماء من تتواجد الريم حمد بن سالم بن حمد المري مقدما لنا اندفاعة الريم مع المركز الثالث هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع، رابع الأسماء تتواجد وتنطلق لالاد من تأتي في هذه اللحظات بشعار محمد بن سعيد بن مبارك المخيبي من يقدم لنا شعار مع المركز الرابع. والمركز الخامس تتواجد هنا وتنطلق أيضا العلا عامر بن علي بن عامر الفهيدة المري من يصل هنا في هذه اللحظات مقدما لنا انطلاقة وحضور العلا، شعار بالطفلة حاضر هنا أيضا في مسار هذا الشوط. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. يا سلام، شوف هذه التحديات المميزة بقيادة الريم، هي القائدة للأسماء والتحديات الأولى بحضورها المميز والكبير بشعار حمد بن سالم بن حمد المري مقدما لنا انطلاقة الريم. هي من تقود هذه الأسماء، تقود هذه التحديات المميزة والكبيرة، بينما ثانية الأسماء تتواجد هنا ملقوفة بشعار فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي الحاضر والمنطلق مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء جزاعة الحاضرة مع المركز الثالث بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي مع ثالث الأسماء، بينما رابع المراكز المركز الرابع الحضور والتواجد من أيضا العلا عامر بن علي بن عامر الفهيدة المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول من الذيبة فهد بن جابر بن حمد بن جابر بن حنزاب من يتواجد مع الذيبة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولكن الصدارة والمركز الأول البداية
هناك مع الريم مع الصدارة مع المركز الأول، لا تزال هي من تقود الأسماء وتقود التحديات. الأولى هنا بشعار حمد بن سالم بن حمد المري مقدما لنا انطلاقة الريم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، ملقوفة من تأتي مع المركز الثاني فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي مع ثاني الأسماء والمركز الثالث. العلا القادمة في هذه اللحظات بشعار عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري والمركز الرابع. الحضور من منوة محمد بن حمد بن عتيق البريد المري يصل بأول ندى من خلال تقدم منوة مع المركز الرابع، تغير إلى ثالث الأسماء في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا الحضور والانطلاق أيضا مشاهدين الكرام من الألاد محمد بن سعيد بن مبارك المخيبي الحاضر مع المركز الخامس، ولكن العودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام ملقوفة من ميمنة الميدان شعار فهد بن حصين بن فهد النعيمي يقدم لنا ملقوفة بينما الريم مع ثاني الأسماء حمد بن سالم بن حمد المري، ولكن العلا قادمة بشعار عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري والمركز الثالث. تتواجد منوة محمد بن حمد بن عتيق البريد المري، يا سلام يا سلام، ولكن الصدارة المركز الأول ملقوفة ملقوفة مع المركز الأول فهد بن حصين النعيمي يقدم لنا ملقوفة مع المركز الأول، بينما ثاني الأسماء العلا القادمة عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري مع ثاني الأسماء. يا سلام العلا خطيرة في مسار هذا الشوط، ولكن ملقوفة العلا العلا مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. يا سلام بشعار عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري يقدم لنا العلا في هذه الأمتار الأخيرة والنهائية تحقق الناموس والانتصار مشاهدين الكرام من خلال هذا الحضور المميز والكبير مع حضور العلا عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري. سلام يا أبو علي على هذا الأداء المميز والكبير، تهانينا والناموس لعامر بن علي آلف هيدا المري على انتزاع العلا ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول من ملقوفة فهد بن حصين بن فهد النعيمي، والمركز الثالث وصلت الريم محمد بن سالم بن حمد المري، والمركز الرابع منوه بشعار محمد بن حمد بن عتيق البريد المري، والمركز الخامس المركز الخامس سليل ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. تابعنا هذا الشوط مشاهدي الكرام، ولكن حضرت العلا بحضور الكبار محقق هذا الناموس والانتصار، مهدي عامر بن علي بن عامر آلف هيدا المري هذا الناموس والانتصار. 8 دقائق ثانيتين 62 جزء من الثانية، تهانينا الناموس. المركز الثاني كان الوصول من ملقوفة 8 دقائق ثانيتين 94 جزء من الثانية، تهانينا الناموس لفهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول والقدوم أيضا 15 من الريم محمد بن سالم بن حمد المري، 8 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس للجميع.